بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أبنائي وبناتي طلاب الشهادة الثانوية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة موضوع حلقة اليوم استخدام الآلة الحاسبة في فرع التفاضل والتكامل. هنشوف مع بعض أربع عناصر مهمين جدا. أول عنصر، إزاي تستخدم الآلة الحاسبة في الاشتقاق، ازاي تستخدم الآلة الحاسبة في التكامل المحدود، وده معروف من زمان، لكن الجديد ازاي تستخدم الآلة الحاسبة في التكامل الغير محدود. واحنا هنا هنعمل عملية عكسية من تكامل الى اشتقاق، وهنشوفها مع بعض باستخدام الامثلة المختلفة. اخر حاجة هننهي بيها استخدام الآلة الحاسبة في ايجاد النهايات، وانا في نهاية كل تمارين بسيب لك تمرين او اتنين انت بتشتغله بايدك، وهنشوف مع بعض التمارين ديت. يلا بينا نشوف الحلقه، اتفضلوا معايا. نبدا مع بعض دلوقتي. اول مساله، طبعا انتوا لازم تلاحظوا حاجه مهمه جدا. هنبدا الاول بالاشتقاق، هناخد اشتقاق وهناخد تكامل محدود وتكامل غير محدود، وهننهي بالنهايات، كل ده باستخدام الآلة الحاسبة. نبدأ مع بعض أول حاجة الاشتقاق. شوف مع بعض أول مسألة. أول مسألة بيقول إذا كانت دالة س بتساوي س مضروبة في هاء أس 2 س، فإن المشتقة الأولى بتساوي نقط، وعطلك مجموعة من الخيارات. أول حاجة إحنا هنطلع الآلة الحاسبة بتاعتنا، ولازم نتأكد إن الآلة الحاسبة ضبط مصنع. يعني إيه ضبط مصنع؟ يعني لازم نصفرها كلها. ازاي هنصفر الآلة؟ معايا كده واحدة واحدة، هنضغط الأول شيفت، وبعدين تسعة، وبعدين تلاتة، وبعدين يساوي يساوي. كده أنا عملت الآلة ضبط مصنع. بعد كده هو طالب مني المشتقة الأولى، فين المشتقة الأولى؟ ركزوا معايا كده واحدة واحدة. هضغط على شيفت، وبعدين في رمز التكامل شايفينه؟ فوق هنا بيدي لك على طول الاشتقاق المشتقة الأولى، أضغط عليه. اهي دي باي دي اكس او دال على دال سين، دي معناها المشتقة الاولى. هنكتب الدالة اللي فوق دي زي ما انتم شايفين، الدالة دي كلها هكتبها في الالة. اول حاجة السين، نركز مع بعض واحدة واحدة، الخطوات ماشي معاك اهو، الفا وبعدين قوس يمين، دي بقت اكس خلاص. نيجي للهاء، فين الهاء؟ اهي هضغط شيفت لين، ظهر لي اي اس، وهنكتب 2 اكس ادال 2 الفا اكس. كويس، هناخد كده بالفار يمين، وهنختار اي رقم انتوا تحتاجوه، وليكن مثلا نختار 2 مثلا، واكتب يساوي. لما انا اخترت 2 طلعت لي 272.99، لان الاله نوميريكال. يعني ايه نوميريكال؟ يعني بتطلع ارقام، مش هتطلع لك بقى س وص والحاجات ديت، لا هتطلع رقم. يبقى انا دلوقتي عملت اشتقاق للداله بتاعتنا دي، عملت اشتقاق للداله دي طلعت ب 272 لما س ب 2. تمام، انا اعرف منين بقى الخيار في دول؟ هنمسك مع بعض واحده واحده. همسك الخيار الاول، طبعا همسح الاله اهي، اخد اول خيار اللي هو ه اس س مضروبه في 2 س زائد 1. ركزوا معايا، شيفت لين الفا اكس، تمام، تنساش تاخد قوس يمين، وبعدين بفتح القوس اهو واكتب 2 اكس زائد 1 ادي 2، وبعدين الفا اكس زائد 1، ونقفل القوس. حلو كده، هضغط على مفتاح اسمه كالك اللي هو ده، كالكوليت يعني احسب، هيقول لي احسب، احسب عند س تساوي كام؟ شوف عامل لك علامه استفهام، هنقول له 2 زي ما احنا اخترنا الدور اللي فات، وتكتب يساوي. طلع الناتج هنا كام؟ 36. غلط، احنا كانت اللي فات كانت 272 تقريبا. نرجع تاني، هنغير شكل الدال، ناخد اللي هو الخيار الثاني. طبعا الخيار ده خلاص ده بقى خطأ، نشوف الخيار الثاني. هكتب هنا 2 اهي،
واكتب قلب عند الاثنين واكتب يساوي، طلع نفس الناتج هو هو، يبقى الإجابة الصواب تختار الإجابة. شوف مع بعض السؤال التاني، حاول تنفذ الكلام ده بإيدك. السؤال التاني بيقول إذا كانت دالة س بتساوي ظا س فإن المشتقة التانية، أيوة، عندما السين اللي هي دي تساوي باي على 4، وعطلك 4 خيارات. حلو جدا. أول حاجة هطلع لك الآلة الحاسبة، نركز مع بعض بقى في النقطة دي لأنها مهمة جدا. حبيبي طالما شفت دالة مثلثية يعني جا جتا ظا ظطا قا قتا، لازم الآلة تتحول من نظام الديجري اللي هو الدرجات إلى نظام الريديان. أجيب الريديان إزاي؟ أضغط شيفت مود، في عندك ثلاث أنظمة، في عندك الديجري ده للدرجات، وفي عندك الريديان، وفي عندك الجريد، مالناش دعوة بيهم دلوقتي، اللي يهمنا رقم 4 اللي هو الريديان. أضغط على رقم 4. لازم تلاحظ فوق إن في حرف الآر فوق، أهو زي ما أنتم شايفين آر، يبقى الريديان. أبدأ بقى أشتغل بقى. يا مستر ده طالب منك المشتقة التانية، هي أصلا ما بيجيبش إلا مشتقة واحدة بس. تمام، يبقى أنت في الحالة دي لازم تكون حافظ. أيوة بالظبط كده. هكتب لك بقى هنا اهو، دالة س بتساوي ظا س. حلو كده. طب ما تيجي نجيب مع بعض حبايبي، يلا المشتقة الأولى، مين يفكرني مشتقة الظا؟ تمام، مشتقة الظا قا تربيع، وما فيش في الآلة قا، تقوم أنت تعمل إيه؟ أيوة بالظبط كده، واحد على واحد على جتا سين، ما تنساش التربيع، حط هنا تربيع. تمام، يبقى أنا جبت كده المشتقة الأولى. نرجع بقى نجيب الآلة بتاعتنا، شيفت تكامل عشان يدينا الاشتقاق، ومش هتحط انت بقى، مش هتحط الظا، لا هتحط واحد على جتا. يبقى هنعمل كده حبايبي، بسطو مقام، اكتب فوق واحد وانزل تحت كده واكتب جتا. الجتا دي الكوزاين، تمام، كوزاين اكس، يبقى هنا الفا اكس، اقفل القوس وما تنساش التربيع وتضغط كده، يبقى انت كده عملت التربيع. تمام، نرجع بقى بره، نطلع بره خالص. ايوه الاكس بتساوي ايه؟ بسطو مقام من المفتاح ده، هنكتب فوق باي، نجيب الباي ازاي؟ شيفت نضغط على المفتاح اللي هو اكس 10 اس اكس ده، او في 10 اس اكس، طلع لي الباي، وننزل تحت ونكتب ال 4 ونكتب يساوي، طلع الناتج كام؟ بالظبط كده. تقوم حضرتك تيجي وتختار الإجابة رقم 4. حاول تنفذ الكلام ده بإيدك مرة تانية عشان تتدرب، لأن ده محتاج تدريب. شوف مع بعض السؤال الثالث، إذا كانت ص بتساوي ق أس 3 س، عايز المشتقة الأولى. تمام، نجيب المشتقة الأولى إزاي؟ هنشوف مع بعض. أول حاجة أنت لازم تعرف، طبعا الآلة ما بتستخدمش القا والقطا والزقا، يبقى بتستخدم المقلوبات. يبقى انا هاجي هنا على جنب كده، هكتب له كده ص بتساوي ق تكعيب س اللي هي واحد. ايوه اسمع كده، مين يقول لي؟ مقلوب القا. تمام يا حبايبي، تمام، مقلوب القا اللي هي جتا تكعيب س. نجيب بقى الآلة بتاعتنا بقى، نمسح المسألة اللي فاتت دي، ولازم تكون على نظام الريديان زي ما اتفقنا مع بعض. شيفت انتجريشن عشان يدينا التفاضل، وهنكتب مع بعض الدالة، بس مش الدالة دي، مش القا، لا هكتب الدالة اللي تحت اللي هي بتساويها اللي هي المقلوب. بسطو مقام، واحد على بالظبط كده حبايبي كوزاين، تمام، الفا اكس، واقفل القوس بالظبط اس 3، ممتاز. وبعدين
اطلع بره، اختار انت بقى اي عدد يخطر على بالك. هنختار مثلا اي رقم، وليكن مثلا 1. يبقى انا اخترت 1 واكتب يساوي. اهم حاجة خليكم فاكرين الرقم ده. يبقى انا هكتب هنا سين، انا اخترت سين بواحد، فطلعت الاجابة 29 و62. نمسح ده بقى ونيجي نشوف مع بعض الخيارات اللي موجودة. أشوف أول خيار اللي هو 3 ق تربيع س. هتكتب عادي جدا 3، إحنا قلنا القال هي مقلوب من مقلوب الجتا، يبقى 3 في بسط ومقام. هتكتب لي هنا فوق 1 وننزل تحت نكتب القاء اللي هي الجتا اللي هي الكوزاين. ننزل تحت كده ونكتب هنا كوزاين، تمام، الفا اكس. اقفل القوس وما تنساش حبيبي التربيع بالظبط كده. تاخد يمين وبعدين هنا تضغط قلب. عند الاكس بتساوي كام؟ عند الواحد. تقول له عند الواحد تساوي، طلعت هنا كام؟ 10، وهنا كام؟ 29. لا يبقى الاجابه خطا. خلاص يبقى الاجابه ديت خطا. نشوف الاجابه، وليكن مثلا ناخد الاجابه اللي تحتها. نشوف الاجابه دي عشان طويله شويه. ادي 3، وبعدين هنكتب ق تكعيب اللي هي مضروبه، طبعا مضروبه بسط ومقام 1، وننزل تحت القاء اللي هي كوزاين اللي هي الجتا طبعا، وما ننساش الفا اكس تكعيب، يبقى هنا اس 3، تمام. ناخد قوس يمين كده بالفرة، وبعدين في هنا مكتوب ظا، ظا اللي هي التان، عادي هنكتب هنا التان، وبعدين الفا اكس، ونقفل القوس ونكتب قلب. عند الواحد يساوي نفس الناتج اللي احنا جبناه في الاول، يبقى هي ديت الاجابة الصواب. تعلم على الاجابه دي وما تكملش بقى خلاص، يعني انت هتقعد هتختار الالف والباء والجيم والدال، اللي يطلع معاك نفس الناتج الاولاني اللي هو ده عند س بتساوي 1 يبقى دي الاجابه الصحيحه. شوف مع بعض السؤال رقم 4، برضو داله مثلثيه. عطي لك داله س بتساوي جذر جا 2 س ناقص قتا س، فان المشتقه الاولى عندما س تساوي باي على 4 بتساوي، واعطي لك مجموعه من الخيارات. تعال نشوف مع بعض. اول حاجه هنطلع الاله بتاعتنا ونمسح بالظبط كده اللي فاتت عشان ايه ما يدخلوش مع بعض الارقام او المعلومات السابقه. اول حاجه هنجيب المشتقه، يبقى هنا شيفت انتجريشن ادالك التفاضل اهو، ونكتب الداله دي زي ما هي واحدة واحدة مع الكتابة بقى. يبقى الجذر التربيعي جا 2 س اللي هي ساين 2 الفا اكس، تنساش نقفل القوس نطلع بره، خلي بالك وانت بتكتب، ناقص بسط ومقام. ليه بسط ومقام؟ عشان القتا مقلوب الجا، تمام. هكتب هنا فوق 1 وانزل تحت اكتب ساين الفا اكس، تمام كده انا كتبت الدالة صح. اطلع كده بره وهنختار عدد زي ما انت عايز، نختار برضو الواحد. لا مش هنختار الواحد، معلش انا اسف، هرجع تاني كده. ليه مش هنختار الواحد؟ لان هو عطلك هنا باي على 4، هنا عطلنا الناتج باي على 4. تقوم انت تعمل كده بسط ومقام وبعدين شيفت على 4، وبعدين نكتب يساوي. طلع الناتج هنا كام؟ 1.4 من 10. الإجابة دي خطأ، دي خطأ.
ودي خطأ ودي خطأ، يبقى الإجابة الصواب هي الإجابة دي. ليه بقى الإجابة ديت هي الصواب؟ لأن حضرتك لو إجيت بالآلة بتاعتك وكتبت كده جذر 2 وكتبت يساوي فطلعت 1.4 اللي هو الناتج اللي طلع من الاشتقاق، فتبقى ديت الإجابة الصواب. بتشرح الإجابة ديت بسهولة. وبنروح على السؤال التالي. نيجي بقى للسؤال رقم 5. الدالة اللي قدامك دي لها نقطة انقلاب عند س تساوي 2، تمام، فما قيمة الألف؟ واضح جدا إن الدالة، لو تشوف الدالة ديت فيها متغيرين، فيها الس وفيها الألف، حلو جدا. لها نقطة انقلاب، ده معنى الكلام دوت إيه؟ معنى الكلام دوت إن أنت حضرتك هتجيب المشتقة الأولى. لو طلعت بصفر خلي بالك، لو طلعت بصفر عند ألف تساوي، هتختار واحد من الأربع قيم دول، تختار مرة 2 أو 4 أو 5 أو 10. الناتج اللي يطلع لك خلي بالك بقول أهو، الناتج اللي يطلع المشتقة الأولى بصفر هي دي الإجابة بتاعتك. تعال ننفذ مع بعض خطوات الحل. نطلع الآلة بتاعتنا، نمسح الكلام ده. يلا حبيبي هنكتب الدالة دي زي ما هي، بس احنا هنجيب المشتقة بتاعتها بقى. يبقى شيفت انتجريشن، نفتح قوس ونكتب 5x ناقص اهو 5 الفا اكس، تمام، ناقص. ركزوا معايا، انا هختار الاول 2، اخترت الاثنين كويس. الكلام ده أس 3، ناخد بالفارة كده يمين زائد 4، وبعدين تطلع بره. عندما اكس تساوي كام؟ هنا بيقول لك هنا اكس بتساوي 2، حط 2، اكتب يساوي. قبل ما اكتب يساوي، قبل ما اكتب يساوي، لو طلع الناتج يا جماعة صفر يبقى الإجابة دي هي اللي صواب. تعال نشوف مع بعض. لا، طلع 960، يبقى الإجابة ديت خطأ. تعال نعوض بالأربعة زي ما هي مكتوبة عادي. ارجع كده بس، ارجع، ايوه، هنمسح ده ونكتب مكانه 4 واكتب يساوي. طلع 540، برضه خطأ. نختار الخمسة، هنمسح ده ونكتب الخمسة، نكتب يساوي. طلعت 375، برضه خطأ. ألف وب وجيم خطأ، أكيد هي دي الإجابة الصواب. طب ما تيجي نتأكد، يلا نتأكد. نرجع كده مع بعض، أيوه، لغاية الخمسة، نمسح الخمسة دي ونكتب مكانها 10 ونكتب يساوي. شفتوا بقى طلع كام هنا الناتج؟ هنا طلع صفر، يبقى ديت الإجابة الصواب. مع التمرين التالي اللي هو رقم 6، ده من التمارين الجميلة قوي. يعني أنا لو جيت أحله حل رياضي هو بسيطة، ما فيش مشكلة بالنسبة لي، بس هياخد منك وقت. أنا ليه بستخدم الآلة الحاسبة؟ أولا تطلع الإجابة صحيحة، تاني حاجة استغل الوقت. بدل ما اخد 5 دقايق في مسألة بالكتير اوي اخد دقيقة واحدة بس. تعال نشوف مع بعض هنحل ديت ازاي. اوجد مشتقة جذر 5 زائد س تربيع بالنسبة الى س على س زائد 2 عندما س تساوي كام؟ 2. كويس، انا هعمل ايه؟ هاخد يا حبايبي الكلام ده كله اسميها ص، ص، واخد الكلام اللي تحت ده كله ده واسمي عين، يبقى انا هشتق ص بالنسبه لعين. تعال نشوف مع بعض هتتم ازاي العمليه دي. نطلع الاله بتاعتنا ونمسح الاله، هناخد الاشتقاق ده
اول ما تسمع كلمه مشتقه على طول وانت مغمض شيفت انتجريشن اللي هو شيفت تكامل يديك الاشتقاق. حط لي بقى جذر 5 زائد الفا اكس سكوير تربيع يعني، وبعدين تطلع كده بره حط الاكس ب 2 اهو، هو بيقول لك عند اكس بتساوي 2 حط 2 اكتب يساوي، يبقى الناتج ده طلع 0.6666. كويس، تعال ناخد اشتقاق الثاني. هنمسح الكلام ده ونعمل شيفت انتجريشن بسط ومقام، ما ننساش انا مش معاك واحده واحده، بسط ومقام اللي فوق تكتب اكس يبقى الفا اكس، ننزل تحت اكس زائد 2 يبقى الفا اكس بلس 2 يعني زائد 2، تطلع بره كده وتحط الاثنين وتكتب يساوي، طلعت ب 125 من 1000. يبقى دي طلعت هنا 125 من 1000. طب ما تيجي نقسم دول على بعض، يعني انا هكتب كده في الاجابه على 1 2 5 تساوي، تعال نشوف مع بعض بالآلة تطلع ازاي. نمسح ده بسط ومقام 6666، ننزل تحت نكتب 125 وبعدين ناخد قوس يمين كده ونكتب ايه يساوي. تمام، طلع بالرقم ده. مستر طب هو الرقم ده مكتوب 5 و يبقى الاجابه ان ايه بقى؟ طبعا الاجابه دي خطا ودي خطا ودي خطا، يبقى الاجابه الصح دي، لان انت لو قسمت دول على بعض هيدي لك 5.3، هتختار الاجابه رقم جيم. شفت الامور بسيطه جدا مفيش اي مشكله. هنيجي بعد كده طبعا انا خدت كل ده بالنسبه للاشتقاق، حضرتك هتعمل ايه بعد كده بقى؟ هتحاول تحل بنفسك. انا مش هتكلم، انا هفتح لك الشاشه وانت تشتغل بايدك، بس انت توقف الفيديو. اذا كانت س بتساوي الكلام ده وص بتساوي الكلام ده، عايز المشتقه الاولى عندما نون تساوي كام؟ 1. انا بس اللي هساعدك فيه ان انا هحط لك الإجابة النهائية عشان إيه؟ تقدر تشتغل بيها. هنا الإجابة الأولى دي الإجابة الصواب، دي أنت تحاول بقدر المستطاع بقى تدرب نفسك لغاية ما تطلع الإجابة تطلع 3 على كام؟ على 8. شوف مع بعض السؤال الثاني برضه، أنت هتحله بإيدك برضه، أنا مش هاجي جنبك. هنركز هنا مع بعض، عطلك هنا قاسين، هساعدك بس في حته صغيره. طبعا هو طالب منك المشتقه الثانيه، الاله ما فيهاش مشتقه ثانيه، الاله نوميريكال، الاله بتطلع ارقام، تقوم انت تعمل ايه؟ تكتب كده. ادي دال س بتساوي قاسين، هات لي بقى المشتقه الاولى حضرتك يلا. اسمع كده المشتقه الاولى للقا، تمام يا حبايبي تمام. مشتقه القا تنزل القا زي ما هي. قاسين مضروبة في ظا سين. انت بقى هتدخل دي بالآلة، بس الآلة ما فيهاش قا، تقوم انت تعمل كده. 1 على مقلوب القا اللي هي الجتا. جتا سين مضروبة في ظا سين، هنا جتا سين. هتدخل دي بالاله وتعوض عن الاكس بباي على كام؟ على 3، وهدي لك انا الاجابه النهائيه، الاجابه النهائيه هنا تطلع 14. حاول بقدر المستطاع تشتغل وتطلعها فعلا انت 14. نيجي مع بعض بقى نشوف التكامل المحدود. في التكامل المحدود العمليه بسيطه جدا، ليه بقى؟
هو بيدي لك انترفال، يعني بيدي لك فترة من إلى. أيوة بص بقى يا حبايبي، يلا ركزوا معايا. عايزين تكامل من 2 ل 4. أهم حاجة طبعا الموضوع ده سهل جدا وبسيط، بس المشكلة في حاجة واحدة بس، الإدخال. لو أنت عملت الإدخال خطأ يطلع نتيجة خطأ. طيب نعمل إيه بقى؟ بص يا سيدي، هنمسح الآلة دي بتاعتنا، هنيجي هنا مش هتدوس على الشيفت، هتدوس على التكامل مباشرة، انتجريشن اللي هو التكامل. طيب هنكتب الدالة. طبعا الدالة زي ما انتم شايفين الدالة دي بسط ومقام، تمام، ده البسط وده المقام، حلو جدا. هنا هكتب واحد. واحد يقول لي واحد ازاي؟ ما هي دي دال س موجودة عندك اهيت. اهي. دي اكس دي معناها دال س، فهنا في واحد هنا. ننزل بقى تحت حبايبي، يلا. هنكتب اكس اللي هي الفا اكس، افتح قوس، لوغاريتم. ايوه الحته دي عايز انوهك عنها بقى. لوغاريتم س للاساس هي اللين، هكتبها لك تحت هنا. لوغاريتم س للاساس هي، في عندك مفتاحين، في مفتاح اسمه لوج وفي مفتاح اسمه، انا هنا كاتبها بالعربي عايز اكتبها لك بالانجلش، هنا لوج والمفتاح الثاني اسمه لين، تمام. مين اللي هنستخدمه؟ لا ما نستخدمش ده، هو ممكن تستخدم دوت عادي، بس هتحط هنا للاساس اي. لا انا عايزك تكتب لي على طول كده، هتستخدم اللين ده اللي هنستخدمه على طول. يبقى اول ما تشوف لوغاريتم س الاساس هي تكتب اللين. فين اللين؟ هوريك اللين فين. اهي اللين اهي، في لوج وفي لين زي ما شايفين هم جنب بعضها، دي لوج وديت لين، فده اللي هيبقى الشغل بتاعنا. فضغط على اللين، انا جاي اضغط على اللين، خلاص هنا مكتوب س، ايوه اللي هي الفا اكس، كويس. هنقفل القوس، تمام، ونقفل القوس كمان واكتب تربيع. زي ما قلت لك اهم حاجه بس ان احنا نكتب صواب، لان لو كتبت خطا بتبقى العمليه ايه مش مظبوطه. تمام كده، يبقى واحد على اكس لوغاريتم اكس اللي هو لين اكس اس 2. حدود التكامل بقى من كام لكام؟ تنزل كده تحت كده من 2 ل 4، تكتب هنا 2، تطلع فوق تكتب 4. تمام، انا كده اتاكدت ان مكتوبه صواب، هكتب يساوي. فزي ما انت شايف يعني الناتج هنا طلع نوميريكال، طلع عدد. الآلة بتتعامل مع أرقام، مش هتطلع لك واحد من الأربع إجابات ديت، لا. أنت هتتعب شوية في إيجاد الناتج بتاعها، بس أنا أكتب بس ده على جنب كده. يبقى الناتج هنا طلع بكام؟ ب 72 من 100، تمام. نمسك بقى إيه؟ واحدة واحدة. همسك نمرة واحد. همسك الإجابة دي، شوف الإجابة دي، بص على دي. امسح كده، بسط ومقام في واحد على، احنا اتفقنا مع بعض لوغاريتم 2 للاساس هي اللي هو اللين، اهو اللين اهو، وتكتب 2، تقفل القوس، تروح يمين تكتب يساوي، تطلع بواحد 44. لا يا مستر غلط، خد اللي بعده. ناخد شوف السؤال الثاني اللي هو ده، واحد على لوغاريتم على، هنقول على طول على طول لين 4. هنمسح ده ونكتب 4، واخد قوس يمين كده واكتب يساوي. اه طلع نفس الناتج اللي هو 72 من 100 اللي هو اللي فوق ده، يبقى تيجي هنا وتقشر على الاجابه دي. طبعا انت مع التدريب هتلاقي نفسك بسرعه جدا بتحل، ما بتاخدش منك، والله والله بحلف بالله ما تاخد منك 60 ثانيه، يعني دقيقه. انت عندك في التفاضل 10 قطع، كل قطعه بدرجه، والثمانيه التانيين بقى ديت مقالب تشتغل بايدك بقى. شوف مع بعض السؤال التالي، احنا كل ده ما زلنا في التكامل. اذا كانت الداله س بتساوي القيمه المطلقه لس، عايز التكامل من سالب 2 ل 2 للداله اللي هو اعطاها لك فوق دي، تمام. نطلع الاله بتاعتنا، نمسح اللي كان موجود، ونكتب انتجريشن تكامل على طول، تضغط على المفتاح ده مباشره. بس هنا يا مستر في قيمه مطلقه، فين القيمه المطلقه؟ ركز معايا، هضغط على مفتاح الشيفت، في عندك هنا
ثلاث حروف اتش واي بي اللي هو هايبر، شايفين الهايبر ده؟ هنضغط عليه. لما تضغط عليه في عندك فوق مفتاحين، واحد اسمه اي بي اس وواحد اسمه سي، مالكش دعوه بالسي. انا هدخل على الاي بي اس اللي هو ابسوليوت فاليو، اضغط عليه كده بقى القيمه المطلقه خلاص. حط بقى الاكس دي اللي هي الفا قوس يمين، وما ننساش الحدود بتاعتنا من سالب 2 الى 2، اكتب يساوي، تطلع الاجابه 4. تختار الاربعه، شوف ما بتاخدش منك وقت، وانت مع التدريب ما شاء الله هتلاقي نفسك كده بسرعه يعني. شوف السؤال التالي، تكامل داله مثلثيه من سالب باي على 2 الى واي على 2، وعطلك الداله هنا جاتك عيب. تمام، شوف مع بعض يا حبيبي هنحلها ازاي. طلع الاله، نمسح القديم، نكتب انتجريشن على طول كده مباشره، وبعدين نكتب الداله. شوف الداله هكتبها ازاي. طبعا دي الجا، الجا اللي هي ساين، ساين تمام، الفا اكس، اقفل ده كمان، اس 3، يبقى ديت جاتك عين. حدود التكامل من كام بقى؟ بسط ومقام من سالب باي على 2، ادي سالب باي، وانزل تحت هنا اكتب 2، اطلع فوق، فوق هنا واكتب برضه بسط ومقام واكتب باي على 2، ادي الباي، وانزل تحت كده واكتب هنا 2 واكتب يساوي، فلازم يطلع لك الناتج، فطلع صفر، فبتختار الاجابه دي بسهوله، ما فيش اي مشكله، ما تقلقش، الامور سهله جدا. الهدف من الفيديو ده ان انت عايزك تقفل الدرجات اللي هي الخيارات باستخدام الاله الحاسبه وما تغلطش فيها ان شاء الله. اخر سؤال في المجموعه دي اللي هو السؤال الرابع، تكامل من سالب باي على 2 الى باي على 2 لداله، داله شكلها غريب قوي زي ما انتم شايفين كده، 2 س ناقص ج س على س تربيع زائد جتا س بالنسبه لس. تعال نشوف مع بعض هنكتبها ازاي. انتجريشن اهو، هنفتح قوس بسط ومقام كده واحده واحده وعلى مهلك، 2 الفا اكس تمام يا حبيبي ناقص ساين الفا اكس، تقفل القوس، تنزل تحت، تنزل تحت تتاكد ان انت المؤشر نزل تحت، اكس سكوير، يبقى هنا الفا اكس سكوير يعني اكس تربيع زائد جتا سين اللي هي الكوزاين، كوزاين الفا اكس، وتقفل القوس وترجع كده بره وتقفل القوس، عشان ده كله زي ما انتم شايفين قوس كبير على الاثنين دول. حدود التكامل ننزل تحت كده بالفاره ونكتب سالب باي على 2، يبقى لازم تعمل بسط ومقام، وادي السالب اهو، وتكتب شيفت 10 اس اكس يديلك على طول باي على 2، نطلع فوق برضه بسط ومقام ونكتب هنا باي على 2 وتكتب يساوي، طلع بصفر، فتبقى دي الاجابه على طول، تختار الاجابه دي. هنشوف مع بعض السؤال اللي بعد كده، التكامل الغير محدود. ركزوا معايا بقى في الحته دي بقى، عشان دي جديده يعني، انا حاولت بقدر المستطاع ان انا يعني اوصلها لك بصوره بسيطه. في التكامل الغير محدود هنا مفيش حدود تكامل. طب انا اعرف من دراستي ان ان التكامل هو عمليه عكسيه للاشتقاق. طيب هو عايز هنا تكامل دي. طبعا انت لو عايز تجيب تكاملها وانت فاكر القواعد بتاعتها هقول لك تكاملها ازاي رياضيا. يبقى بتساوي، يبقى التكامل يساوي. اولا دي داله من الدرجه الاولى 3 س زائد 4. تقوم انت تعمل ايه؟ تكتب هنا 3 س زائد 4، حلو جدا. زود على الاس 1 يبقى هنا عندك 10. كويس. وهتقسم على الاس الجديد مضروب في مشتقة ما بداخل القوس اللي هي الثلاثة. وما ننساش يا جماعة، فعندي هنا زائد ثابت. يبقى بتساوي 3 س زائد 4 الكل اس 10
على 30 زائد ثابت. هي دي الإجابة، اللي هي الإجابة رقم واحد دي. دي الإجابة من غير آلة حاسبة. طب أنا عايز أستخدم الآلة الحاسبة، أنا ناسي القانون، ناسي هشتغل إزاي. خد بالك معايا بقى، لو تلاحظ في الخيارات كلها 3 س زائد 4 الكل يقص 10، شوف زي بعض، كله زي بعض. ففي ممكن طالب يتلخبط، طب 30 هنا 10 هنا 12 هنا 24، فين الإجابة الصواب؟ هنشوف مع بعض باستخدام الحاسبة هتتم إزاي. خريطة العمل هنا في المنطقة ديت، أنت هتمسك الدالة دي وتعمل لها اشتقاق بس. يعني أنت لو اشتقت الدالة ديت وطلعت اللي فوق ده، طلعت دي، يبقى أنت إجابتك كده صواب. تعال نشوف مع بعض هنعملها إزاي. هنمسك نمسح الدالة بتاعتنا. أنا هكتب اللي فوق ده زي ما هو. هفتح قوس كده وأكتب 3 ألفا إكس زائد 4. وأقفل القوس والكلام ده أس كام؟ أس 9. حلو جدا. يبقى أنا كتبت الدالة قدامك زي ما أنت شايف. وأكتب هنا أضغط على مفتاح كالك. وأنا هفترض من عندي سين بواحد. يعني أنا هقول كده. هكتب هنا أهوت سين هسواها بواحد، شوف الناتج يطلع كام. واحد يساوي، شايفين الرقم ده؟ ثلاثة خمسة ثلاثة 607. خمسة ثلاثة 607. خلي بالك أنا لما عوضت س بواحد طلع الناتج ده. اجي بقى هنا بقى همسح ده، هعمل اشتقاق لده اللي موجود عندي ده. يلا تعال نشوف مع بعض الاشتقاق بيتم ازاي. شيفت انتجريشن بسط ومقام، هكتب فوق ادي قوس اهو فوق اهو، واكتب 3 الفا اكس زائد 4، اقفل القوس قص 10، قص 10، ننزل تحت هكتب 30. تمام. واحد يقول لي طب والثابت؟ ما هو اي ثابت، الثابت ده عدد، لما تيجي تشتق تطلع بصفر فمالوش لازمه خلاص. هحط هنا س بواحد، اكس بواحد اهو اللي هو انا اخترته هنا. لو طلع الناتج ده يبقى الاجابه صواب، ما طلعش يبقى غلط. يساوي بالظبط كده. انتوا فهمتوا الفكره انا عملت ايه؟ هعيدها لكم من تاني. انا باجي للتكامل، اوجد قيمه هذا التكامل بالكلك من غير التكامل، ماليش دعوه بالتكامل، باخد القيمه دي واحط ايه؟ س بتساوي 1 2 زي ما انت عايز، مفيش مشكله. او ممكن تحط صفر زي ما انت عايز. بيطلع لك قيمه زي اللي انت شايف كده. نيجي بقى هنا نعمل اشتقاق لده، لان احنا قلنا ان الاشتقاق او التكامل عمليه عكسيه للاشتقاق. اشتق ده، لو انا اشتقيت الكلام ده طلع اللي فوق يبقى الكلام ده صح. وده فعلا اللي حصل، ونشوف مع بعض تمارين تاني. امسح ده. تعال نشوف مع بعض بقى السؤال ده. تكامل 3 س تربيع زائد 5 على س بالنسبه لس بتساوي نقط زائد ثابت. حلو جدا، وعطى لك مجموعه من الخيارات زي ما انت شايف اهي. تعال نشوف مع بعض هنعملها ازاي. هنطلع الاله بتاعتنا. همسك اللي فوق ده زي ما انتم شايفينه يا حبايبي، واعمل له. طب الاول تعالوا مع بعض نعمل تكامل للكلام دوت من غير اله حاسبه. طيب ده تكامل حاصل جمع دالتين، فدي الواحده ودي الواحده، بسيطه. يلا يا حبايبي يبقى نكتب كده، يبقى الداله اللي هو عايزها بتساوي لما نيجي نكامل 3 س تربيع بنزود واحد ونقسم على نفس الجديد، دي س تكعيب اهو بسيطه اهي تمام، زائد دي مين ديت؟ 5 مضروبه في واحد على س، يعني اكنك بتقول كده 5 لوغاريتم، ايوه القيمه المطلقه للمقام، القيمه المطلقه للمقام للاساس هنا. دي الاجابه. طب ده اجابه رياضيه، انا ماليش دعوه دلوقتي بالاله الحاسبه. دي غلط. ايوه هي دي الاجابه الصح، هي دي. دي من خلال التعامل الرياضي. تعال نشوف مع بعض بقى هنعملها ازاي بالاله.
يلا حبيبي نشوف مع بعض بقى دلوقتي بالنسبة للآلة هنشتغلها ازاي. أول حاجة هناخد القيمة دي 3 س تربيع زائد 5 على س. يلا نفتح كده قوس بسط ومقام 3، لا هنا مفيش بسط ومقام، دي 3 اكس تربيع على طول، 3 الفا اكس سكوير اكس تربيع يعني، زائد هنا بقى بسط ومقام هكتب فوق 5 وانزل تحت اكتب بالظبط كده الفا اكس، واخد يمين واقفل القوس واكتب كالك. هنختار س بواحد برضو ما ننساش، شكلها لك اهو س بتساوي 1. تساوي طلعت 8. كويس، يبقى انا لما عوضت هنا عند س بواحد طلعت بكام؟ ب8. شوف بقى انا هعمل ايه؟ هعمل اشتقاق للداله دي. لو طلع الاشتقاق عند س تساوي 1 ب8 يبقى دي الاجابه الصواب. يلا امسح ده واعمل شيفت انتجريشن، ده اشتقاق. هكتب بقى هنا الفا اكس اس 3، تمام، اخد قوس يمين كده بالفاره وبعدين زائد، تمام، نركز مع بعض 5، ايوه لين، تمام يا حبايبي الفا اكس، تمام، وبعدين ناخد كده يمين ونروح عند الواحد ونكتب يساوي، طلعت كام؟ 8، يبقى دي الاجابه الصواب. يا رب تكون الفكره وصلت لكم، الفكره بسيطه جدا بس مع التدريب. الكلام ده امتى اوصل له؟ لو انت ناسي القاعده، لكن انت طالما عارف رياضيا تشتغل اشتغل عادي، مفيش اي مشكله عندي. هنشوف مع بعض بعد كده السؤال التالي. الفا اكس اس 3، تمام، قوس يمين، نفتح القوس كده ونكتب اكس تربيع اللي هي س تربيع يعني، يبقى الفا اكس تربيع ناقص 1 اس كام بقى؟ اس 5، تمام، قوس يمين، اكتب كالك. لا مش هاخد الواحد. ليه مش هاخد الواحد؟ لان لو اخدت الواحد هديك صفر، لا ده اخد الاثنين، خليها 2، نكتب يساوي، يبقى الناتج هنا طلع كام؟ 1944. خليك بس مركز في الرقم ده. طلع الآلة تاني. هنعمل اشتقاق للعناصر دي، اللي يطلع منهم عند س تساوي 2 1944 تبقى الإجابة بتاعته هي الصواب. تعال نمسك أول واحد. 1 على 6، خلي بالك بعمل اشتقاق، هعيد من تاني. أنا هنا يا جماعة بعمل اشتقاق لأن هو التكامل هي العملية العكسية للاشتقاق. أو الاشتقاق هيبقى العملية العكسية للتكامل، يعني احنا هنرجع لها تاني. شيفت انتجريشن وبعدين ندخل الآلة دي خالص. 1 على 14، مضروبة س تربيع، ادي س تربيع اهي، ناقص 1، اقفل القوس، اس كام؟ اس 7، تمام. يلا حبيبي زائد 1 على 12، 1 على 12، قوس يمين ونفتح القوس، س تربيع، س تربيع اهو، ناقص 1، نقفل القوس، اس كام؟ اس 6، نطلع بره. عندما س تساوي كام؟ حط الاثنين زي ما اتفقنا واكتب يساوي. طلع الناتج 1944 نفس الناتج، يبقى هي ديت الاجابه الصواب. يبقى فكره الحل من تاني، انت بتجيب قيمه الكلام ده، قيمته عندما س تساوي عدد، بس بشرط بلاش ابعد عن اعداد اللي تدي لك اصفار، لان كل ده هيدي لك اجابه صح. انت جبت س بتساوي 2 طلع 1944، عملت المشتق هنا طلعت غلط، عملت المشتق هنا طلعت ب 1944، يبقى دي الاجابه الصواب. ان شاء
شوف مع بعض السؤال الرابع. وقبل ما نشوف مع بعض السؤال باستخدام الآلة الحاسبة، ما تيجي نحله مع بعض رياضيا. تكامل جا تربيع سين زائد جا تربيع سين، الكل أس 5 بالنسبة لسين بتساوي نقط. حلو جدا يا مستر. خطوات الحل كالآتي. طبعا لو ما فيش تكامل لجا تربيع ولا تكامل لجا تربيع، تقوم انت تعمل ايه؟ تلاحظ ان حاجة غريبة جدا، ان مجموع الاتنين دول بيساوي كام؟ ما شاء الله عليكم، برافو عليك، بيساوي 1. يبقى تعمل كده تكامل 1 أس 5 بالنسبة لسين. طب ما هو الواحد ده لو اترفع لأي أس كان كبير أو صغير فهيديك 1. يبقى تكامل 1 بالنسبة لسين. الله، تكامل الواحد كعدد فبيدي لك سين زائد مين؟ زائد الثابت. دي الإجابة رياضيا. فين الإجابة هنا؟ أهي أنا كده بدون استخدام الآلة الحاسبة. لكن أنت في الامتحان ممكن تكون ناسي المعلومة دي، أو ممكن تتخض لما تشوف تكامل والشكل عامل كده. تقوم أنت تعمل إيه؟ هنلجأ إلى الآلة الحاسبة. خطوات الحل كالآتي: هجيب قيمة الكلام ده، أهو بص معايا كده، طلع الآلة ونمسح الكلام ده كله ونكتب مع بعض بقى هنا. أنا بجيب القيمة دلوقتي ساين ألفا إكس، تمام، اقفل القوس، تربيع، هي اسمها ساين تربيع أو جا تربيع. خلي بالك حبيبي، هنا التربيع على الدالة المثلثية مش على الزاوية. زائد كوزاين ألفا إكس برضو أس 2. كويس، اقفل القوس، أس كام؟ أس 5. كويس جدا. نضغط على مفتاح كالكوليت، يعني احسب عند الاثنين، حط عند الاثنين تساوي. طلعت هنا كام؟ طلعت 1. يبقى هنا هنكتب كده، لما س بتساوي 2 القيمة طلعت 1. انا همسك الاجابة اللي انا شفتها اللي هي ديت، اشوفها بقى ديت صواب ولا خطأ. تعال نشتق دي مع بعض. يلا حبيبي، شيفت انتجريشن، هندخل السين اللي هي الفا اكس، وهنعوض يا حبايبي على السين باتنين، ادي الاتنين، ونكتب يساوي. طلعت بكام؟ بواحد، نفس الناتج. يبقى ديت الاجابه الصواب. اخيرا ننتهي مع بعض استخدام الاله الحاسبه في النهايات. أول سؤال: نهاية س زائد 7 على س زائد 3 الكل أس س زائد 4 لما س تقترب منين؟ من الما لا نهاية. أي مسألة نهايات حضرتك هتستخدم فيها الآلة الحاسبة ببساطة شديدة جدا. هنشوف مع بعض الاستخدام كالآتي: آدي الآلة بتاعتك، هنمسح البيانات اللي كانت موجودة في المسألة اللي فاتت ونكتب مع بعض الدالة اللي قدامنا دي. يلا حبيبي، نفتح قوس بسط ومقام، نكتب فوق اكس زائد 7، اكس اهي زائد 7، ننزل تحت نكتب اكس زائد 3، وبعدين تاخد قوس يمين. خليك ماشي مع الفارة عشان تعرف انا ماشي ازاي. اقفل القوس ده، ارفع لأس كام بقى؟ س زائد 4، تمام. يبقى الفا اكس زائد 4. بس اهم حاجة اتأكد ان المسألة دي هي دي. طب وبعدين يا مستر؟ عادي، اضغط على مفتاح الكلك. ايوه، هنا بقى السين تقترب منين؟ تمام، تقترب من الما لا نهاية. طب لما تقترب من الما لا نهاية عايز اجيب عدد كبير كده، ايه هو العدد الكبير؟ ممكن تكتب كده، بص، 10 أس 10، ده عدد كبير قوي، ده حكاية الـ11 دي، ونكتب يساوي. طلع الناتج هنا كام؟ 54.5. تكتب هنا على الناتج هنا، بص،
هنا 54.5. نشوف مع بعض بقى واحدة من الإجابات ديت هي الصواب. تعال نمسك أول واحدة نشوف دي. هنمسح ده. هنا الهاء هنا اللي هو العدد الطبيعي اللي هو 2.7، يبقى هنا نكتب هنا ألفا، ظهر لنا حرف الإي، هنرفعه لأس 5 يبقى أس 5، ونكتب يساوي. طلعت كام؟ 148 كبيرة. لا يبقى دي غلط، انزل تحت، خليك ذكي انزل تحت. طب انزل تحت، خد ديت، خد دي، هقول لك ليه. انا همسح ده بس واكتب 3 واكتب يساوي. طلعت 20. الله، لا اطلع فوق، لا يبقى دي الاجابه الصح، لان هنا طلعت عدد كبير، هنا طلعت عدد صغير، يبقى ده اللي محصور بينهم. طب ما تيجي نجرب، تعال نجرب، يلا امسح ده، اكتب 4، اكتب يساوي، تطلع الناتج 54.5، نفس الناتج اللي فوق، يبقى دي الاجابه الصواب. مع التمرين التالي، على فكره ممكن في حاجه تانية عايز اقول لك عليها، ممكن تجيب اله اس 5 اس 4 من هنا زي ما اتفقت معاك. شيفت، ايوه برافو، شيفت لين اهو، وتكتب بقى 4 وتكتب يساوي، يطلع الناتج معاك مباشره. السؤال التالي، عايزين نجيب نهاية الكلام ده كله. ه أس س ناقص ج س ناقص 1 على س لما س تقترب من الصفر، وعطلك مجموعة من الخيارات. هنطلع الآلة بتاعتنا كده، هنمسح البيانات السابقة ونكتب مع بعض بسط ومقام، نكتب فوق بقى تمام شيفت لين، أيوه، وتحط هنا ألفا إكس تمام، تاخد قوس س مين، خلي بالك، ناقص ساين الفا اكس ناقص 1، تنزل تحت كده هنا وتكتب هنا الفا اكس كده. انا اتاكدت خلاص ان انا حاطط الارقام بتاعتي مظبوطه. كالك هنا بقى، السين تقترب من الكام؟ ايوه يا حبايبي، تقترب من الكام؟ من الصفر. هتقوم انت تجيب عدد يقترب من القريب جدا من الصفر، بس هو مش صفر، خلي بالك. تقوم انت تعمل كده، صفر بوين، امشي بقى، امشي شويه اصفار كده على قد ما تقدر، وبعدين اكتب 1 وبعدين اكتب يساوي. طلع الناتج كام؟ صفر. تقوم انت تختار الاجابه الاخيره، رقم 3، نهاية 2 أس س ناقص 1 على 3 س لما س تقترب من الصفر. شوف مع بعض هنحلها ازاي. هنمسح الآلة، بسط ومقام، هنكتب هنا فوق 2 أس إكس تمام. خلي بالك، خلي بالك، شوف الحتة اللي جاية ديت، أنا هغلط عشان أوريك بس أنا هتمشي ازاي. ناقص 1 كده بقت غلط، لأن ده بقى في الأس. أمال نعمل إيه؟ لا، امسح كده وخش بالفاره بتاعتك يمين. ايوه شفت عامل ازاي من تاني. بص بص، كانت فوق كده نزلت تحت اهو، هتكتب هنا ناقص 1. ما هو اهم حاجه الادخال، ادخلت صح هتعمل اخراج باجابات صحيحه ان شاء الله. على 3 س يبقى الفا اكس، خلاص حطيت الداله مظبوط. اكتب هنا، اخد بس قوس يمين كده واكتب كلب. هنا س تقترب من الكام؟ تقترب من الصفر. طيب لما س تقترب من الصفر، انا زي ما قلت لك الدور اللي فات، انت هتقرب قوي قوي لغايه ما تروح لقيمه قريبه من الصفر اهو. نكتب يساوي، نعد كده من تاني. اتنين أس س ناقص 1 على 3 س كالك، أيوه صفر بوينت، هنا 1 واكتب يساوي. طلع هنا 23%، أكتب معلش الناتج هنا،
23 من 100 دي الإجابة. طيب أنا ما أعرفش دول، عادي نمسك مع بعض واحدة واحدة. يلا نمسك رقم ألف، اتفقنا مع بعض لوغاريتم 2 للأساسي اللي هو لين، هتقوم أنت تكتب كده هنا. يلا حبيبي 3 لين، أيوه 2 بس ببساطة، تقفل القوس اكتب يساوي، طلعت كام؟ 2 وشوية. غلط يا مستر، تعال نجيب اللي بعده اللي هو الرقم ده. تلت يبقى 1 على 3 لين 2، اقفل القوس اكتب يساوي، طلعت 23% نفس الإجابة، يبقى بتختار الإجابة رقم باء. عايز أقول لك على حاجة مهمة جدا، أنت مش أنت اخترت الإجابة دي، ما تجربش هنا بقى، أنت هتجرب هنا هتضيع وقتك، إحنا مش عايزين نضيع وقت، أنا بخليك تستخدم الآلة الحاسبة عشان تكسب وقت. الامتحان مدته ساعتين، يعني العشر خيارات لو أخدوا منك ربع ساعة هيبقى قدامك ساعتين إلا ربع تشتغل فيهم في المسائل المقالية. ده الهدف من الفيديو اللي انا بعمله لك ده. رقم 4، هنمسح اللي قدام ده وهنكتب مع بعض بسط ومقام، نكتب فوق ايوه شيفت لين، مكتوب هنا ه اس س، يبقى اي اس اكس اهي تمام، خد قوس يمين خلي بالك، ناقص كمان مرة شيفت لين، أيوة حبيبي تكتب 6، انزل تحت تكتب اكس ناقص 6، يبقى هنا الفا اكس ناقص 6. حلو جدا، وناخد قوس كده ايه، قوس يمين. بعد كده نضغط على مفتاح الكالك اللي هو كالكوليت، يعني احسب، احسب الاكس. هو هنا بيقول لي الاكس بكام؟ ايوه ابص هنا الاكس تقترب من الكام؟ من الستة. تمام، ما تحطش 6، ما تحطش 6، لو حطيت 6 وعملت يساوي ماث ايرور، طبعا لازم تطلع خطا لان صفر على صفر. تقوم انت تعمل ايه؟ ترجع تاني تعمل كالك، نعمل ايه بقى؟ نكتب 5 بوينت ونحط تسعات، اهو العدد ده قريب من الكام؟ قريب من الستة، وبعدين تكتب يساوي، فطلع الناتج هنا 403. يبقى الناتج هنا 403 وكان في جنبه 429، 429 ده تقريبا الكلام ده تقريبا يعني. خلاص كده حبيبي، تعال نشوف مع بعض بقى واحده من الاربعه دي هتطلع الاجابه دي. طبعا دي اللي هي باتنين فطبعا دي خطا خلاص من غير ما تجرب انت. طب تعال نشوف دي بقى، هي اس 6، هنمسح ده ونعمل شيفت لين يدي لك ايه، حط 6 اكتب يساوي بالظبط كده 403 428 اللي هي الاجابه ديت، فتبقى الاجابه عندك رقم باء. وبكده ما تعوضش في دول، انا مش عايزك تضيع وقت. هنا بقى عايزك بقى تشتغل بايدك بقى، انت بقى اللي انت شفته تطبيق، ما ينفعش اقعد اتفرج، انا عايزك او عايز حضرتك تكونوا مشاركين معايا، مش انا قاعد اشتغل لوحدي، لا انا بشتغل عشانك انت، فانت بتشتغل عشان نفسك. اول مساله نهايه نون افتح قوس، ايوه هتكتب لين نون ناقص 1، خلي بالك خلي بالك اهو لو انا جبت كده الاله مفيش نون هنا، امال اعمل ايه؟ تعمل الفا اكس دي اللي انت هتشتغل بيها، وعطلك هنا مجموعة من الخيارات. أول خيار عندك هنا اهو صفر وه، واحد على ه وواحد، الإجابة هنا هتطلع لك 1، أنت جرب بنفسك أنا مش هعملها. طلعتها 1 حياك الله ما شاء الله عليك. هنشوف مع بعض السؤال الثاني برضو، أنت هتشتغله بإيدك برضو. نهاية 10 أس ج س
ايوه ناقص واحد على ظا س لما س تقترب من الكام الصفر وعطلك مجموعه من الخيارات هتطلع الاجابه بتاعتها وتشوف الاجابه تطلع صواب ولا خطا وانا هحط لك الاجابه اللي هي رقم الف. بكده حبايبي يبقى انا كده خلصت معاكم الفقره بتاعت استخدام الاله الحاسبه في التفاضل والتكامل. ان شاء الله انتظروني في الحلقه القادمه استخدام الاله الحاسبه في الجبر، لان انا اخدت فيديو قبل كده في الهندسه الفراغيه لسالنا استخدامين، واحد في الجبر وهنعمل فيديو لاستخدام الاله الحاسبه في الاستاتيكا واستخدام الاله الحاسبه في الديناميكا. حبايبي يبقى كده ان شاء الله خلصنا حلقه استخدام الاله الحاسبه في التفاضل والتكامل، وزي ما شفنا مع بعض ازاي نستخدم الاله الحاسبه في الاشتقاق، في التكامل المحدود، في التكامل الغير محدود، في النهايات. اي سؤال اي استفسار اكتب تحت في التعليق وانا هرد عليك. بكده يبقى احنا خلصنا الجزء ده، انتظرونا ان شاء الله من خلال قناه الاسكوله التعليميه مع استخدام الاله الحاسبه. لسنا في حاجتين مهمين جدا، استخدام الاله الحاسبه في الجبر واستخدام الآلة الحاسبة في الاستاتيكا والديناميكا. إلى أن ألقاكم إن شاء الله، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.